إذن عن تطورات الحرب الصهيونية على قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور إبراهيم أبو جابر، وننتظر من مدينة جنين بالضفة الغربية الصحفية الفلسطينية إيمان السلاوي. مرحبا بكم دكتور إبراهيم، أبدأ معكم. طبعا العشرات من آليات الاحتلال الصهيوني توغلت هذا اليوم من الجانب الشرقي لبيت حانون باتجاه مناطق تقع في شمالي قطاع غزة، كل هذا يحدث وسط دوي انفجارات في المنطقة. دكتور، هل نحن أمام عودة لاشتعال الحرب في المناطق الشمالية من القطاع، وذلك بالنظر لما يجري كذلك في مجمع الشفاء الطبي؟ نعم، بداية مساء الخير لك حياك الله سيدي الأخوة المشاهدين، وتقبل الله طاعتكم. آمين. الصحيح أنه الطرف الإسرائيلي قد يعني يريد أو يفكر في استعادة احتلال قطاع غزة، وهو تقريبا الآن يعني احتل يعني غالبية القطاع، ولكن هذا لا يعني السيطرة على الأرض. هو قد يعني يسيطر من الناحية الأمنية ومن الناحية العملياتية، ولكنه السيطرة كاملة على الأرض لن يتمكن من ذلك، وله خبرة طويلة جدا يعني في قطاع غزة، يعني منذ احتلال عام 56 ثم 67 وما إلى ذلك، وهو يعرف تماما يعني ما الذي ينتظره في قطاع غزة. لكن على المستوى الإنساني هناك كارثة فعلا إنسانية، بالذات في شمال قطاع غزة وفي منطقة رفح جنوبا، مختلف يعني الأراضي الغزية هناك. وما يحصل الآن من اقتحام من الجهة الشمالية وفي منطقة المستشفى الشفاء، هذا يدل على أن هناك وجود يعني مناطق ساخنة ومشتعلة لا تزال المقاومة الفلسطينية تعمل من خلالها، إما من خلال خلايا نائمة فلسطينية أو الكيان الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي يدخل إلى هذه المناطق من أجل تدمير مربعات سكنية، من أجل فعلا أنه القضاء على الوجود الفلسطيني هناك، لأن هناك تفكير في عملية استيطان بالذات في شمال القطاع، الحديث عن بناء 5 مستوطنات، وفي مجمل القطاع يعني هناك تخطيط لبناء 20 مستوطنة، وهذا ما دل ونشر يعني من خلال المؤتمر الذي عقد يعني بعد 7 أكتوبر في مدينة القدس. إذن هناك مشروع كما يبدو من الطرف الإسرائيلي من أجل البقاء لسنوات في قطاع غزة، وهناك من الأدلة على ذلك الآن تقريبا البدء في بناء منشأتين يعني عسكريتين، الأولى قريبة من ميناء غزة الذي يتم يعني الاستعداد لبناء يعني بناء ميناء بحري هناك، والأخرى في منطقة على شارع صلاح الدين، يعني الأول على شارع الرشيد والآخر على شارع صلاح الدين في المنطقة الفاصلة ما بين شمال قطاع غزة عن جنوبه وتحديدا جنوبي مدينة غزة. إذا لا شك أن هناك مشروع بل مخططات تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية حسب وسائل الإعلام، من أجل فعلا العمل على يعني فعلا اجتثاث المقاومة الفلسطينية وإيجاد واقع جديد في قطاع غزة قد يتمخض عنه إدارة مدنية من قبل بعض المتعاونين مع الطرف الإسرائيلي ووجود أمني كامل في قطاع غزة. يعني الاحتلال الصهيوني يمارس انتهاكاته واقتحاماته المتكررة، وذلك أقف عند نقطة أثرتموها دكتور إبراهيم وهو القضاء على الوجود الفلسطيني، ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذة إيمان السلاوي. أستاذة إيمان مرحبا بكم. طبعا يوما بعد يوم تتصاعد المواجهات في الضفة الغربية بين الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين، ولكن بنظرة استشرافية أستاذة إيمان، هل تصل الأمور في الضفة والقدس إلى انتفاضة شاملة، لا سيما في ظل الجرائم الصهيونية المستمرة على كل أنحاء فلسطين؟ نعم، حياكم الله. الانتفاضة لنقل الهبات الشعبية منذ 3 سنوات هي بداية لانطلاقة انتفاضة حقيقية بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في كافة محافظات الوطن، سواء في الشمال أو في المحافظات الجنوبية، الحرب على غزة، كذلك الانتهاكات المستوطنين. أمس في بيان عسكري أصدرته كتيبة طول كرم خلال اقتحام بوابة دير الصون، وهي قرية تقع
شمال غرب كول كرم، قامت باقتحام المنطقة. هناك نقطة عسكرية تسللت وأجهزت على مركبة ضباط، ضابط وثلاث جنود إسرائيليين. أيضا تسلل المعتدون أيضا بقتلها، أيضا تسلل المعتدون وقاموا بقتل الضابط. قوات الاحتلال حتى هذه اللحظة لم تعلن بالإعلام العبري عن تفاصيل. أيضا منذ تلك اللحظة حتى الآن طائرات مسيرة تجسسية على طول كرم وجنين ونابلس وحملات تفتيش واسعة من خلال الجو. أيضا هنالك اعتداء وإطلاق نار، اعتداء مستوطني على مستوطنة شاكيد، عفوا اطلاق نار من الشبان المقاومون على مستوطنة جرزيم بالقرب من نابلس ومستوطنة شاكيد بالقرب من طول جنين. عفوا. طيب. نعم. دكتور إبراهيم أعود إليكم، يعني أثرتم نقطة في غاية الأهمية وهو أن هدف الاحتلال هو القضاء على الوجود الفلسطيني. رئيس لجنة الأمن بالكنيسة الصهيوني سيفيكا فوغل دعا إلى طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال أيضا يجب تحويل القطاع إلى مستوطنات تابعة للاحتلال. دكتور، كيف تنظر لمثل هذه التصريحات؟ نعم، لا شك أنه هذا الأمر الآن يعني يدور بقوة في وسائل الإعلام الإسرائيلي، وهذا الأمر يعني غير مستبعد، لأنه كما قلنا قبل قليل أنه هناك تفكير بإقامة 20 مستوطنة على طول وعرض قطاع غزة، وهذا الأمر يدعمه أو تدعمه الأطراف الصهيونية المتدينة، يعني جماعة سموتريتش وبن غفير وغيرهم من الحركات الصهيونية الدينية. وهذا الأمر يبدو أنه معروف لنتنياهو، ولكن نتنياهو عادة هو يتكلم بالأسلوب الدبلوماسي بهدف عدم إثارة الدول الأوروبية ودول العالم ومنها أيضا نقول الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه من يعني في الخفاء يبدو أنه يدعم هذا التوجه، لأنه هو أصلا صهيوني علماني صحيح، ولكنه رأينا أنه ضم جماعة سموتريتش وبن غفير إلى حكومته، ولا يزال يتمسك بهذين الشخصين رغم مطالبة الولايات المتحدة بأن فعلا يتخلى عن هذين الحزبين. الأمر في الموضوع إنه أو المهم في الموضوع إنه إذا تم يعني تخلي عن سموتريتش وبن غفير، هذا الأمر سيؤدي لا محالة بسقوط حكومة نتنياهو، وهذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه فعلا نتنياهو واليمين المتطرف الإسرائيلي وغيرهم الآن هناك نوع من أنواع الوحدة بين مختلف التيارات الفكرية الصهيونية واليهودية والإسرائيلية من الحائط إلى الحائط، يعني من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، على استمرار الحرب وعلى القضاء على حركة حماس تحديدا والجهاد الإسلامي طبعا إضافة إلى فصائل المقاومة الأخرى، لأنهم لا يريدون فعلا أنه كما يدعون تهديد أمن الكيان الإسرائيلي الوجودي، وهم يعتبروا أن هذه الحرب هي حرب الاستقلال الثاني. فإذا فعلا أنه هذا التوجه يعني مدعوم من المتدينين ومن الصهاينة اليمينيين، وهذا الأمر قد يتمخض عنه تهجير مئات آلاف الفلسطينيين إما عن طريق هذا الميناء المتحرك أو الصناعي المنوي الآن إقامته على شط غزة، أو من خلال معبر رفح بعد اجتياح مدينة رفح، لأن نتنياهو لا يزال مصر على اجتياح مدينة رفح، فهو يبني على أنه محاولة أن يحاول قدر المستطاع أنه فعلا يجعل من شمال غزة يعني خاليا من الفلسطينيين تحديدا، وإذا تمكن من أيضا تفريغ المنطقة الجنوبية والوسطى فلا أظن بأن نتنياهو يتراجع عن ذلك. نعم دكتور، والأمين العام للأمم المتحدة زار معبر رفح، سنتوقف عند هذه النقطة تحديدا، ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذة إيمان. أستاذة إيمان، يعني منظمة اليونيسيف قالت بالحرف الواحد إن ما يحدث في قطاع غزة يعد حربا ضد الأطفال، تؤكد أن القطاع لم يعد مكانا مناسبا لكي يعيش الأطفال في قطاع غزة في الوقت الراهن. ولكن السؤال المطروح هنا أستاذة إيمان،
يعني ماذا ينتظر المجتمع الدولي ومجلس الأمن حتى يصدر قرارا ملزما بوقف الحرب؟ نعم نعم، باختصار منظمة اليونيسف يجب، وكل المنظمات الإنسانية التي تدعم الإنسانية وترى الإبادة للشعب الفلسطيني ومنها الأطفال تحديدا في غزة، عليها رفع قضايا، رفع قضايا في المحاكم الدولية. أين هذه المحاكم؟ عليها أن ترفع قضية ضد إسرائيل بوقف الحرب فورا، لكنها ترى أن الشعب أو الجماهير سواء كان عربية أو أوروبية تدعي الإنسانية وتدعي ما تقوم به من حماية الإنسان، فهي لا تحرك، لا تتحدى، لا تتحرك ولا تقوم بأي فعل من أجل رفع دعوة قضائية في المحاكم الدولية ضد إسرائيل. هي صامتة ولا تتحرك، ويجب أن يكون لها موقف فعلي وليس في الاستنكار والبيانات المتكررة. دكتور إبراهيم، نتوقف عند زيارة معبر رفح من الجانب المصري، زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقال إن الوقت حان لوقف فوري لإطلاق النار وأيضا من أجل إسكات الأسلحة بحسب وصفه. كيف تقيمون دكتور الدور الأممي خلال الحرب الحالية؟ يعني هل يملك غوتيريش غير المناشدات والمطالبات؟ نعم، هذا الرجل فعلا أثبت أنه رجل أولا. نعم. يجب أن نقول ذلك، وهذا الرجل لا يملك إلا لسانه ودموعه، وهو رجل كما نعلم يعني صحيح هو سكرتير المتحدة وهو غير مسلم، ولكنه صام أمس، صام حسب حديثه، وأفطر مع السودانيين على شط النيل وبكى على أطفال غزة ونساء غزة ورجال غزة الذين لا يجدوا ما يفطرون عليه. فأظن بأن هذا الرجل هو أشجع من كل الحكام العرب، وهو لا يستطيع أن يقول في القاهرة أنت يا مصر أنت مسؤولة عن هذه الشاحنات المتوقفة بالآلاف على معبر رفح ولا تستطيع دخول معبر رفح إلى غزة. مصر هي المسؤولة عن وقف دخول المساعدات وليس الكيان الإسرائيلي. هذا الكيان الإسرائيلي يدعي أنه يدافع عن نفسه وعن شعبه وما إلى ذلك، لكن ما هو دور مصر هذه الدولة العربية العظمى التي تملك ما تملك؟ أنا أحمل في الدرجة الأولى الأنظمة العربية من الخليج إلى المحيط، هي المسؤولة عن حصار غزة، هي المسؤولة عن عدم وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وليس الدول الأوروبية ولا المجتمع الدولي. المجتمع الدولي هو شريك في الجريمة وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت الآن الأنظمة العربية شريكة في الجريمة، بدليل أن الشاحنات تخرج من ميناء دبي مروراً بالأراضي الإماراتية والسعودية والأردنية وتصل إلى الكيان الإسرائيلي كسراً للحصار المفروض عليها من قبل الحوثيين من قبل الجنوب. نعم. فالمسؤول أو الشريك في هذه الحرب عدا إسرائيل هي الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الغربي والأنظمة العربية، ثم الشعوب العربية. الشعوب العربية نائمة. ما هذا؟ ما هذا الصمت؟ ما هذا السكوت؟ الشعوب أم الحكومات دكتور؟ الشعوب أم الحكومات؟ لا لا، أيضا الشعوب يا أخي. أنا أحمل الشعوب العربية مسؤولية. بالملايين خرجوا في لندن ويخرجون في اسطنبول ويخرجون في واشنطن، ودخلوا إلى البيت الأبيض، والجماهير العربية والشعوب العربية لا تخرج إلا في مسيرات يتيمة يوم الجمعة، يوم الجمعة فقط. المفروض أن يناموا في الشوارع ويطالبوا بوقف هذه الحرب المجنونة. إذن الشعوب العربية أيضا أصبحت متواطئة مع الأنظمة العربية. أقول للأسف الشديد غزة تباد. الآن اللي حاصل في غزة هي نكبة، هي نكبة فلسطينية ثانية. قتل في العدوان على غزة الحالي أكثر مما قتل في النكبة الأولى عام 48. ما الذي يحصل؟ مجتمع دولي متواطئ، مجتمع دولي شريك، ليس متواطئ وإنما شريك، يدعم بالأسلحة وإعلاميا وفي مجلس الأمن. الولايات المتحدة الأمريكية أفشلت ثلاث مشاريع لوقف الحرب ووقف إطلاق النار، الولايات المتحدة وتطرح مشروع هزيل بالأمس. إذن أين دول العالم الحر؟ أين
أين الأنظمة العربية؟ أين الجماهير العربية؟ أين الشعوب العربية اللي قاربت على 400 مليون عربي؟ أنا أظن أن الجميع شركاء في الجريمة التي تحصل في قطاع غزة، ولكن الشعب الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر. من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور إبراهيم أبو جابر كان معنا عبر الهاتف، وأيضا كانت معنا عبر الهاتف من مدينة جنين بالضفة الغربية الصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي. شكرا جزيلا.